السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا جماعة؟ أخباركم؟ في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى راح نبلش في مادة الماتيريال لاب اللي هو لاب الماتيريال على قناة تيربو، بنستكمل شرح مادة الفاينل اللي هي عبارة عن two experiments بس. طبعا بدي أنبه إنه في فيديو نزل على قناة تيربو عبارة عن تصحيح الأخطاء، أتوقع أنهم خطأين كانوا في مادة المد، فيا ريت إنه تحضروا هذا الفيديو وتصححوا إذا وقعتوا في هذه الأخطاء. طبعا بدي أشير هون إنه فيديوهات الزيود ما بتكون موجودة إلا على قناة تيربو، سواء كانت الماتيريال لاب أو حتى الاقتصاد الهندسي والفيديوهات القادمة إن شاء الله تعالى. بالإضافة إلى أنه هاي السلايد اللي بنشرح عليها ودوسيات الزيوت ككل موجودة، راح تكون على موقع تيربو، بتقدروا تنزلوها منه، بالإضافة إلى موقع الزيوت وصفحات الزيوت الموجودة على الإنترنت. طبعا هاي التجربة عبارة عن الإكسبرمنت الثامنة اللي هي ستيل هيت تريتمنت. شو يعني ستيل؟ كلياتنا سمعنا بمفهوم الستيل، وفي بعضنا ما بيعرف شو يعني ستيل. ستيل هو عبارة عن سبيكة between الايرون and كاربون، يعني ما بين الحديد والكربون. هسا على فكرة أخذنا في عالم علم المواد بأنه أنا إذا لعبت في نسبة الكربون، السبيكة هاي الـ properties والـ characteristics بتاعتها بتتغير. ممكن أزيد نسبة الكربون، ممكن أقلل نسبة الكربون، ممكن أزيد نسبة الكربون إذا بدي هاردنس أكثر، سترينث أكثر، حسب الميكانيكال بروبرتيز اللي أنت بدك إياها. الآن عملية اللعب هاي في الميكانيكال بروبرتيز إحنا هون بدنا نعملها. كيف يعني؟ بدنا نجيب الستيل هذا ونعمل له هيت تريتمنت، يعني تسخين. هذه التسخين أو اللي بين قوسين اسمها معالجة حرارية اللي بتتم من خلال فرن. بدنا نسخن الحديد بعد هيك نطلعه، وزي ما كنا بنعرف في مادة الماتيريال بأنه التبريد بيعتمد كثير أو بيأثر كثير وبمقدار كبير على الخواص تاعت الميتلز بشكل عام. فإنه إحنا هون راح نبرد الستيل هاي أو قطعة الستيل، ماشي، بطرق مختلفة. مرة بدي أجيبها وأزيتها في مي، مرة بدي أبردها بدرجة حرارة الفرن عفوا، مرة بدي أجيبها وأزيتها تبرد بحرارة الغرفة، ومرة راح أجيبها وأبردها ببرين. حر أنا، بدي أجرب بكل مرة شو بدها تعطيني كاركترستكس أو بروبرتيز جديدة. طبعا كلياتنا بنعرف بأنه إذا زاد الهاردنس مثلا بزيادة نسبة الكربون، بتبريد سريع، بغيره، راح تقل نسبة الدكتيلتي. فهذه العلاقة كثير تكون عارفينها. ونفس الإشي اليو تي اس، بزيادة الهاردنس أو السترينث بشكل عام، بزيادة الهاردنس وبقل بارتفاع الدكتيلتي. إذا الدكتيلتي زادت السترينث بده يقل. طبعا إحنا بدنا نحكي كمان عن شغلة، بإنه في هذه الاكسبرمنت راح نركز كل تركيزنا على الفيز دايجرام اللي هو الايرون كاربون فيز دايجرام. طبعا هذه الرسمه اذا بتلاحظوا بانه احنا بنلعب على شغلتين، بنلعب على تمبريتشر وبنلعب على كاربون بيرسنتج. فلو احنا طلعنا هون في عندنا التمبريتشر بدلاله الفهرنهايت، وهون التمبريتشر بدلاله السيليسيوس او بوحده السيليسيوس، وهون الكاربون بيرسنتج. هاي الرسمه ككل فعليا ما بتهمني، واحنا درسناها وفهمناها في الماتيريال بشكل عام، بس اللي بهمني انا هون هذا المربع الاصفر. وهذا الاشي كمان اللي بدنا ناخذه اليوم في هاي الاكسبيرمنت كمان درسناه في الماتيريال. اوكي، هسا اولا هون التمبريتشر بدنا نلاحظ انه كل ما انا طلعت فوق التمبريتشر قاعد بيعمل انكريز، كل ما انا انخفضت لتحت التمبريتشر قاعد بيعمل ديكريز. طلعت لفوق معناته العينة بالفرن وقاعدة بتتسخن، فو أنا طالع لفوق فعليا بعمل هيت تريتمنت. فممكن يجي سؤال،
على هذا الاكسس لو انا طلعت لفوق شو قاعد شغال؟ كولينج ولا هيت تريتمنت؟ لا انت شغال هيت تريتمنت. طب لو انت نازل لتحت انت بتعمل كولينج معناته هون يعني. طيب لما انا باجي بمشي على هذا الاكسس زي هيك وين قاعد؟ بزيد بالكربون ولا بقل؟ لو نزلنا على هاي الرسمة وهي الأهم ماشي زي هيك معناته زيادة كربون. لو أنا طلعت لفوق بالأكسس above معناته أنا قاعد بزيد بالتمبرتشر، داون معناته أنا بزيد بال سوري بعمل تخفيض للتمبرتشر decrease فمعناته بعمل كولينج قاعد. رحت لليمين معناته أنا هون قاعد بعمل increase للكربون percentage. في هاي الرسمة وزي ما انتم شايفين عندنا هون مجموعة من ال يعني ال types للستيل استونايت فيرايت، وفي عندنا هون فيرايت بنرمز له بدلتا وهون فيرايت بنرمز له بألفا. طبعا هذه الأنواع من الستيل راح نتعرف الآن إن شاء الله تعالى عليها كلها. اللي بدي إياك تعرفه طلعت فوق بتعمل هيت تريتمنت وبتسخن، طلعت هيك قاعد تزيد بالكربون بيرسنتج. لو اجينا هون وعملنا زوم شوي وجينا على هاي الرسمة عشان نشرحها، في البداية بنشوف هون شكل الفيرايت اللي هو احنا بنعبر عنه بألفا. اذا اول معلومة عندك، في عندنا نوع من الستيل بيكون اسمه ألفا، وهذا النوع من الستيل بنحكي له فيرايت، وهذا النوع من الستيل كمان بيكون عندي الروم تمبرتشر. طبعا اذا هون بقدر اسالك انا مجموعة من الاسئلة، متى بيكون الفيرايت عند اي تمبرتشر؟ عند الروم تمبرتشر. متى بيكون الفيرايت او شو الاتوميك ستراكشر بين قوسين الاتوميك ستراكشر تاع الفيرايت؟ شو يعني اتوميك ستراكشر؟ يعني كيف تتوزع الذرات. فبكل بساطة الاجابة هون بشكل البي سي سي بادي سنتريتد كيوبيك. طيب لو سالتك كمان سؤال وقلت لك الالفا فيرايت وين منطقته؟ هيها هذا السؤال ممكن اجيب لك المناطق فاضية. النقطة الثانية لما انا باجي بعمل هيتنج وحاط العينة كمان بالفرن، بلاحظ انا وصلت ل 912 سلسيوس بالفرن، صار اشي شكله زي الجاما، وهذا الجاما احنا بنسميه استرونايت. الاسترونايت هذا يا جماعة هو نوع كمان من انواع الستيل بس عند درجة حرارة مختلفة. هون صار الستيل في تغير بالاتوميك ستراكشر من بادي سنتريتد كيوبيك لا فيس سنتريتد كيوبيك اف سي سي. فالحديد نعم من الاشياء اللي بتغير الاتوميك ستراكشر تاعه. لاحظنا بانه احنا في هذا الاكزامبل او في هذا الفيس انه الحديد بتغير الاتوميك ستراكشر تاعه، فممكن يجيني سؤال في الامتحان انه هل الحديد من الماتيريالز اللي بتغير الاتوميك ستراكشر تاعها بزيادة التمبرتشر؟ نعم اوف كورس بتغير التمبرتشر تاعها بزيادة سوري بتغير الاتوميك ستراكشر تاعها بزيادة التمبرتشر. طيب انتقلنا من بي سي سي لاف سي سي بحيث انه صار اسمه ايش؟ جاما. طب لو زدنا كمان الحرارة وصلنا 1394 سلسيوس شو راح نصير؟ رمز دلتا. قال لي هذا احنا بنسميه دلتا فيرايت، نوع ثالث من الحديد، وهذا النوع بيكون عند درجات حرارة عالية جدا اغلبنا ما بنوصل لها او مش ما بنوصل لها ما بنتعامل معها، فاستخدامها جدا قليل، واذا بتشوفوا انه منطقتها كثير صغيرة والمناطق اللي هي بتتفاعل معها كمان صغيرة. هسه راح نعرف شو المناطق اللي بتتفاعل معها. فالدلتا فيرايت غير منتشر كثيرا، فاحنا بنركز غالبا على الالفا فيرايت. طبعا هذا الدلتا فيرايت بعده فورا بتكون الميلتنج بوينت تاعت الستيل. طيب هنا بدنا نسال مجموعه من الاسئله تمام، وبدنا نوضح مجموعه من الامور. هسه اول اشي هون كيف بدي احفظ هاي الفيلدز؟ هذه المناطق احنا بنسميها فيلدز ماشي. مبدئيا هاي المنطقة شو اسمها؟ هذه اسمها الفا في الرايت، هذه استونايت، وهذا ليكويد، وهذه دلتا في الرايت، وهون المنطقة وكون الرسمة مقصوصة هون في لسه منطقة يعني خلينا نقول بعد الخط العمودي هذا اسمها السيمنتايت، بس هذول اللي بدنا تحفظهم تمام. في الرايت
استونايت، دلتا فيرايت هي المنطقة هاي صغيرة، ليكويد وسيمنتايت. طيب هنا ليكويد وهنا سيمنتايت، المنطقة اللي بيناتهم ليكويد وسيمنتايت. طيب هنا سيمنتايت وهنا استونايت، المنطقة اللي بيناتهم استونايت وسيمنتايت. طيب هنا استونايت وهنا فيرايت، فالمنطقة اللي بيناتهم سوري هنا سيمنتايت يعني سوري 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 هنا سيمنتايت وهنا فيرايت، فالمنطقة اللي بيناتهم هي فيرايت وسيمنتايت. طبعا هنا احنا عندنا ليكويد وهنا دلتا فيرايت، فالمنطقة هاي اللي هي صغيرة هيها هون ماشي اللي هي هاي، هذه بنسميها دلتا اللي هي فيرايت بلس ليكويد. هاي المنطقة اللي هي جاية ما بين الأستونايت والليكويد هي عبارة عن ليكويد وأستونايت. طبعا احنا يعني زي بنحكم على الحدود اللي ما بيناتهم. هنا في معلومة بتقول لك لو رجعنا هون وطلعنا على هاي الفيس دايجرام، اوكي بنلاحظ انه هي بتبلش من صفر بتنتهي عند 6.67. شو هذا الحكي معناه؟ هون الحديد في هاي المنطقة شو بيكون اسمه يا جماعة؟ طلع شو بيكون اسمه؟ الحديد هون أموره تمام تمام، بس لو أنا طلعت بعد 66، إحنا قلنا لما قلنا نطلع بعد 66 شو بيصير الحديد أقرب؟ بيصير أقرب للجرافيت أو البيور جرافيت. فمن 67 ل 100% هل هو حديد؟ لا، هو جرافيت بيور جرافيت تمام؟ يعني هو أقرب للجرافيت، فبصير الحديد فيه زي فيلر ببطل شغال خلاص، فإحنا بنشتغل بس على البيريد هاي تمام أو الرينج هذا من الكربون. طبعا عندنا هون بحكي لي at 6.7 أو 6.7% سيمنتايت، عند نسبة هيك كربون بتشكل عندي السيمنتايت واللي هو عبارة عن الحديد والكربون. طب شو فرقه السيمنتايت اللي بيميزه؟ انه احنا كلما قلنا كل ما زادت نسبة الحديد سوري الكربون شو بده يصير في الماتيريال؟ بدها تصير اصلب، بحكم انه الماتيريال بدها تصير اصلب اصلب مش اصلب بدها تصير اصلب، بالتالي السيمنتايت بتميز بصلابة عالية جدا. فالسيمنتايت حطوا لي قوسين على السيمنتايت او دبل كوتيشن، السيمنتايت هو اصلب انواع الحديد اللي احنا اخذناها، في اصلب منه فيه اللي هو المارتنسايت، لكن في الفيز دايجرام اللي اخذناه فوق لو سألني مين اصلب اشي فهو السيمنتايت، لكن هل في اصلب منه في الواقع؟ نعم فيه، المارتنسايت هو يعتبر اصلب انواع الحديد لانه بيبرد يعني خلينا بنحكي بظروف قاسية راح نتعرف عليها. طبعا احنا حكينا بانه احنا الكارب الستيل تمام احنا بنتعامل من 0 ل 6.7 او 6.7، هذا هو الرينج جاست. خلال هذا الرينج اللي هو هيو من 0 ل 6.7 شو احنا بنتعامل؟ بنتعامل مع ايرون بلس كربون، عندنا ايرون بلس كربون ستيل، عندنا ستيل هون. طيب طلعنا بعد 6.7 فمعناته صرنا نتعامل، لاحظ هون احنا بنتعامل مع سبيكة عادية، ولكن طلعنا بعد هيك فاحنا صرنا نتعامل مع بيور جرافيت. وهون احنا فصلنا لكم اياهم من 0 ل 6.7 اوكي امورنا تمام ستيل، بس من 6.7 ل 100% صار اشي ثاني. طيب هسا بحكي لي انه هنا في اشي اسمه احنا الماكسيم سولابيلتي. اذا بتتذكروا سولابل وانسولابل شو معناهم؟ اشي ذائب واكبر كمية مذابة واقل كمية مذابة. شايفين هاي نقاط التقاطع هون؟ هاي النقاط، هاي النقطة وهاي النقطة ماشي. هسا هاي النقاط احنا ايش بنسميها؟ هاي النقطة تحديدا اللي هي بتهمنا، هاي النقطة ما بتهمناش كثير ماشي. هاي النقطة احنا بنسميها اكبر كمية ممكن يعني تذاب في السمن في الاستونايت. هاي الاستونايت خطه ببلش من هون، يعني انا مجرد ما وصلت هون فت في الاستونايت خطه ببلش هي خطه لعند هاي النقطة. هاي النقطة بنحكي الماكسيموم في الاستونايت، ذوبان الاستونايت تمام. ف
هون أكبر كمية ممكن أنا أذوبها في الأسترويد. طبعا لو سألني وطلبني إياها، طبعا هي هون معطية 2.14% عند درجة حرارة مقدارها 1147 سلسيوس، ممكن تحفظها، ولكن ممكن في الامتحان هون مثلا بيعطيك إياها مثلا 3. أنت بكل بساطة بتيجي عند هذا الخط وبتنزل خط بهذا الشكل، وبتشوف كمان درجة الحرارة بهذا الشكل، وهذه بتسمى يعني ماكسيموم، يعني أكبر قيمة ممكن يذوب عندها في الأسترونايت. هاي النقطة كمان اللي حكينا عنها حاليا صارت مهمة، اللي هي الماكسيموم سولابيلتي فور فيرايت. طبعا هي مذكورة هون البرسنتج، غالبا احنا بنحفظهم هذول البرسنتج، في حال اجى في الامتحان مالتيبل تشويس راح تلقوا هاي البرسنتج موجودة. طيب اذا بتلاحظوا هون الحكي اللي احنا حكيناه، الدلتا فوق دلتا في الرايت يعني بتكون موجودة بهاي تمبرتشر، لهيك ما فيش تكنولوجي او ابلكيشن بتطبق عليها، لهيك حتى استخدامها والفيلد تاعها كثير صغير. طبعا احنا هون بنشوف انه السترينث بيزداد فعليا، لما احنا بنحكي مثلا السترينث بيزداد او بتحسن في السمنتايت، ليش؟ لانه نسبة الكربون زادت، ماشي؟ ف كونه احنا بنزيد نسبة الكربون، شو راح يصير في السترينث والهاردنس؟ هسه يا جماعة السترينث وال سوري الكربون شو هو؟ عبارة عن imperfections. وإذا بتتذكروا الـ imperfections اللي هي العيوب اللي في المادة، شو بدها تزيد؟ بدها تزيد الـ resistance تاعت المادة، وكونه زادت الـ resistance تاعت المادة فالأتومز بطلت تتحرك براحتها، وغيره من العلم اللي أخذناه في علم المواد. طب هذا الإشي شو راح يؤدي؟ يؤدي لزيادة صلابة المادة ويؤدي لزيادة الـ hardness. بزيد أنا في نسبة الكربون، hardness و strength زادوا، خذوا هاي المعلومة تحت خطين، زادت نسبة الكربون زاد الـ strength وزاد الهاردنس وقلت الدكتيلتي وقلت التفنس. طيب كوني انا بحكي لك زادت نسبة الكربون والسمنتايت بيحتوي على اعلى نسبة كربون، فمعناته راح يكون صلب جدا. طيب طبعا احنا هون بدنا نوضح نقطتين كثير مهمات، اللي هي نقطة الليكويد لما بتحول لي ليكويد بتحول لي انتو تو سوليد، يعني راح يتحول لي لس تو سوليد، هذول الاستونايت سوليد هو والسمنتايت. وكمان راح نلاحظ بانه الاستونايت راح يتحول لي كمان لتو سوليد. هذول النقطتين واحدة بنسميها يوتكتك، والنقطة الثانية يوتكتويد. هيهم هاي النقاط هنا، هاي اكثر اشي احنا بنشرحها في التبريد، تمام؟ الكولينج زي ما اتفقنا لتحت، صح. الآن عملية التبريد لتحت، طلعوا علي هون الأستونايت وهو نازل، صح؟ هيو نازل. الآن الأستونايت لما وصل هون ونزل لهون، شو صار؟ عبارة عن فيرايت وسيمنتايت، يعني صار الأستونايت عبارة عن تو سوليد، سوليد تحول لتو سوليد. لما أنا بجي بقول لك سوليد تحول لتو سوليد، شو يعني؟ يعني مادة صلبة تحولت لمادتين صلبات. طيب هذا التفاعل اللي هو هيو احنا مثلناه هون، شو بنسميه؟ بنسميه هذا التفاعل يوتكتويد. اوكي هسه باليوتكتك هو عبارة عن تحول ليكويد لايش؟ لا تو سوليد، ليكويد لتو سوليد. هسه اليوتكتك بهذا الشكل، بنلاحظ انه انا هون كان عندي ليكويد، وهذا الليكويد اثناء الكولينج لشو تحول؟ لاستونايت لسمنتايت، نفس ما هو مكتوب هون، ماشي؟ هذول ال تو سوليد ليكويد انتو تو سوليد، يعني صار عندي تو سوليد بنسميه شو؟ يوتكتك. طيب اذا اليوتكتك ليكويد يتحول لتو سوليد، واليوتكتويد سوليد تحول لتو سوليد. هاي التفاعلات وهاي الأشياء ضروري جدا يا جماعة تكونوا عارفينها، برضو هون ضروري جدا تكونوا مطلعين عليها. طبعا هون راح يكون معطيك الماكسيموم في ال سوليبيليتي في الفرايت، والماكسيموم سوليبيليتي في الأستونايت. طبعا هسا احنا ايش حكينا؟
حكينا بأنه في عندي أنا في هاي المنطقة راح أركز على المنطقة اللي هي في المربع الأصفر، صح ولا لا؟ هي هاي المنطقة. طيب هاي المنطقة يا جماعة اللي هي في المربع الأصفر اللي هي هيها قصيناها وجبناها هون، لاحظوا شو بيقول لي. بيقول لي من هون شو هي هاي، هاي الماكسيموم سولوبيليتي في الفيرايت لهون، هاي اللي احنا راح نركز عليها، هاي اللي هي اكثر دائبية في الاستونايت، يعني النقطتين اللي حكينا عنهم اللي هم هذول، هاي هم اللي هم هذول. طيب هذول بحكي لي من ال الماكسيموم سولوبيليتي في الفيرايت للنقطة هاي، هاي النقطة شو اسمها؟ يوتيكتويد. من هون لليوتيكتويد هذه شو بنسميها؟ هايبويوتيكتويد. طيب من اليوتيكتويد للماكسيموم سولوبيليتي في الاستونايت اللي هي هاي المنطقة شو بنسميها؟ بنسميها هايبريوتيكتويد. يعني صار في عندي منطقتين، واحدة اسمها هايبويوتيكتويد هي هاي، وهاي الهايبويوتيكتويد بتكون قبل اليوتيكتويد، وهاي بتكون بعد اليوتيكتويد اللي هي الهايبريوتيكتويد. في نقطة هون بدي أحكي عنها، إنه مثلا لو طلبني عند اليوتيكتويد نسبة الكربون بس بنزل بهذا الشكل، لو طلبني درجة الحرارة هيك. طيب هون لو طلبني لليوتكتك نسبة الكربون بس بكل بساطة بنزل هيك، ولو طلبني درجة الحرارة فبس بروح هيك. طيب الآن شو في كمان ضايل عنا؟ ضايل عنا بعض اللاينز اللي هي مهمة عشان ندخل في الهيت تريتمنت ميثود. الآن بعض اللاينز اللي كثير مهمة عنا اللي هو اللاين AC3 وACM وAC1 وAC2. هاي اللاينز كل واحد يعني منهم بيأدي مهمة معينة. الآن هاي اللاينز أخذناها في مادة الماتيريال، وأهم إشي تعرفه عن هاي اللاين إنها اسمها critical temperature، وهاي الكريتيكال temperature مهمين كثير في الهيت تريتمنت. طبعا احنا لو طلعنا هون هذا اللاين مثلا، هذا اللاين مثلا كل واحد له اسم معين بيكون. هذا اللاين هذا اللاين انا للامانة هذا اللاين اسمه ACM. هذه اللاينز كان لها كمان فانكشن، لكن هي في مادتكم هاي غير مطلوبة، فما مش عارف صراحة اذا اعطيكم اياها، وما بدي تكون المادة كثير كبيرة عليكم، لكن جست انه حاولوا تعرفوا عليها، يعني بس اعرف وين الخط بالضبط. يعني هذا الـ ACM وهذا الـ AC3 وهذا الـ AC1 والـ AC2 يا جماعة هو خط يعني مش مذكور في هاي المادة، ولكن هو خط بتكون المادة بتصير بعده برمز نرمز له بيتا، تمام؟ لقيته، ولكن هو غير مهم هون. شو راح يعني تفيدني هاي الخطوط، او ليش احنا ذكرناها، او ليش سميناها مثلا هون critical temperature؟ انه بكل بساطة بكل خط بصير في تحول عندك، يعني مثلا بعد هذا الخط بتكون المادة هون مثلا فيها ليكويد وفيها كذا، بتصير كلها سوليد هون، تمام؟ كل خط بشير لنقطة معينة في التمبرتشر. آخر إشي بدنا نحكي في هذا الفيديو The main parameters of heat treatment are. شو يعني parameters؟ يعني إحنا عندنا أربع أنواع من الهيت تريتمنت راح نتعرف عليهم، يعني أربع معالجات حرارية راح نقوم بمعالجة الحديد بناء عليها. هسه هذول الأربع عمليات معالجة راح نركز فيهم على شغلتين. شو هم الشغلتين؟ الهيتينج تمبرتشر، ماشي، يعني قديش انا سخنتها، درجة حرارة التسخين وغيره، والكولينج ريتس يعني كيف بردتها، هل بردتها بالفرن، هل بردتها بالهواء الطلق وغيره. طبعا السؤال واضح وصريح، شو هم المين بارامترز اوف هيت تريتمنت؟ والإجابة بكل بساطة the heating temperature, the cooling rates used. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى راح ناخذ الهيت تريتمنت وننهي هذه التجربة.